عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نوريكم واحد الملاقيه بالعقيق اللي كتجي على طول جلابه، ودغيا توجديها في النهار او نص النهار دغيا كطلع ولا راقيه في المنظر. المهم هنا خديت ثوب عادي وخديت البره، انا هنا برمتو على 4، ممكن تبرموا على 3 ولا على 2 حسب اللي بغيتو. وهنا خديت العقيق زمرد، يعني داك العقيق اللي كيكون في الخيط، ما تاخذوش البنات العقيق اللي كيكون في ديال العبار كيتقشر، خذوا هذا ديال الخيط. انا خديت رقم 4، نتوما تقدروا، المهم الاختيار تيبقى لكم. اول شيء كنبدا كندخل هكذا عادي في الثوب، كنقبض في الثوب الجهه المقابله، وهنا البنات كندير الملاقيه ديال جوج غرزات، يعني هنا غادي ندير الغرزه الاولى هكذا والغرزة الثانية صافي، ونقبض في الثوب. منين كنقبض في الثوب البنات كنجي لهنا وكندير غريزة، منين كندير غريزة كندخل عقيقة، من بعد ما كندخل عقيقة كنجي لهنا. هاد الغرزة هادي اللي هنا ما غاديش نخدمها، غنخدم هادي الأخيرة هكذا. ومن بعد كنقبض في الثوب، ملي كنجي نقبض في الثوب البنات كنخلي المسافه ديال العقيقه، يعني باش ما يجيش ليا داكشي متراكم، ندخل بحال هكذا وغادي نتم راجع. منين غادي نتم راجع نضرب في الثوب، وهذا الخيط هذا غادي ندير فيه غرزه، غندير الغرزه الاولى تما والغرزه الثانيه هنا، ماشي من الجهه هذه، من هاد الجهه هذه ديال العقيقه، وغنقبض في الثوب، غندير نفس المسافه اللي درت هنا، غنحافظ على نفس المسافه. ملي كنشد في الثوب كنجي لهاد الخيط كندير فيه غريزه، كنعاود كذلك كندخل عقيقه. ملي كندخل عقيقه البنات كنجي لهاد الخيط هذا، هاد الخيط هذا كندخل فيه هكذا، كندخل فيه هكذا، وغادي نجر الجهه الاخرى هكذا، وغادي نولي نقبض في الثوب. ملي نقبض في الثوب غنجي هنا وغادي ندير غريزه، وغادي نرجع هنا وغادي ندير غريزه. ونقبض في الثوب كذلك، كنحافظ دائما على نفس المسافه، كنقبض في الثوب. ملي كنقبض في الثوب البنات هاد البلاصه هنا كندير غريزه، ونعاود ندخل عقيقه. كندخل عقيقه كنعاود نفس الطريقه، تنجي لهاد الخيط هذا كندخل فيه بحال هكذا هكذا، وتنجي لهنا كنقبض في الثوب. منين تنقبض في الثوب البنات كنجي لهاد الخويه تندير فيه غريزه، ونرجع كندير غرزه هنا
واحد دقيقة كنجي لها من هاد الجهة وندير غريزة صافي، ونقبض كذلك في الثوب. وهاد الخويط هذا غندير فيه غرزة وندخل كذلك عقيق، تندخل عقيقة كنجي لهاد الخيط هذا اللي فوق العقيقة اللي قبل كندخل فيه ونجر ليه تنقبض في الثوب. دائما البنات ملي كنقبض في الثوب هاد الخويط هذا كندير فيه غرزة، كنعوض هذيك الغرزة اللي ما خدمتهاش في الوسط، يعني هنا ما خدمتش هذه كنعوضها. غادي نجي دابا لهنا غندير غرزة ونقبض في الثوب، ملي كنقبض في الثوب هذه غادي نخدمها، هذه غنخدمها وندير عقيق. كنجي لهنا هاد الخويط اللي فوق العقيقة هذا وغندخل فيه هكذا، كذلك نقبض في الثوب. منين تم راجعة هاد الخويط هذا، دائما هاد الخيط اللي كنضرب في الثوب منين كنضرب البنات في الثوب، دائما هاد الخويط هذا كنزيد فيه غريزة هكذا، وكنجي لهنا كندير غرزة ثانية ونقبض في الثوب. منين نقبض في الثوب كنجي لهاد الخويط هذا ندير فيه غريزة وندخل عقيق، وكندخل هنا في هاد الخويط هذا ونولي نشد في الثوب. ملي نقبض في الثوب البنات هاد الخيط هذا كندير فيه غرزة، شوف، وتنجي لهنا من الجنب ديال العقيقة كندير الغرزة الثانية ونقبض في الثوب ونولي هكا. المهم كنظن ان الطريقة ولات واضحة، دابا منين ندخل غادي ندير عقيقة ونقبض في الثوب. البنات ملي كتقبض في الثوب كترجعي لهاد الخويط اللي تكون هنا كديري فيه غرزة، والغرزة الثانية كديريها من الجهة الأخرى ديال العقيقة. واحد الحاجة البنات شوفوا هنا، أي سطر كل سطر ضروري كنديرو جوج غرزات، إلا لاحظتوا هانتي واحد جوج واحد جوج واحد جوج واحد جوج، وحنا غاديين يعني دائما كنديرو جوج غرزات في السطر. نضرب في الثوب ونخدم هادي وندير غريزة عقيقة عفوا، وغنضرب هنا في هاد الخيط هذا اللي تكون ليا هنا فوق العقيقة ندخل فيه ومن بعد نرجع نقبض في الثوب. منين كنقبض في الثوب هذا الخويط هذا كندير فيه غرزة ونرجع هنا
كنظن البنات بلي الفكره اصبحت واضحه دابا. شوفوا البنات الخدمه كي كتجي راقيه وممتازه ودغيا كطلع، يعني ما كتاخذش وقت طويل ودغيا كطلع وكتجي فنه. ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير واشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره. والسلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.